السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث، أرجو أن تكونوا جميعا بصحة وسلامة إن شاء الله. المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات انتقال الحرارة. Heat source or heat generation. هنالك عدة أو عدد من الحالات المهمة يحصل فيها توليد للطاقة في الوسط الذي تنتقل فيه الحرارة بالتوصيل، وعلى سبيل المثال حالة تسخين الحاصل عند وضع هيتر، راح يمر بتيار كهربائي قيمته I في مقاومة كهربائية R، راح تتولد طاقة مقدارها I سكوير R. هاي واحدة من الحالات. الحالة الثانية حالة الانشطار الذري في وحدات الوقود الذرية، وهو عندنا تفاعلات كيميائية، واي عندنا حالات توليد حرارة داخلي. وبصورة عامة فإن الهيت جنريشن اللي وحدات تكون واط لكل متر مكعب نرمز له أيضا بالرمز جي دوت. فلو مثلا نولد حرارة بسلك كهربائي بسلك قطرة أو نصف قطرة الخارجي R نوت طول L، يمكن أن نعبر عن قيمة ما تتولد الحرارة ب، هو عبارة عن الطاقة اللي يولدها إلى حجم الواير. طاقة I سكوير في الR، الحجم باي R سكوير في الL، حيث الI هو التيار والR هي electrical resistance of wire. على العموم درجة حرارة الوسط اللي بي heat generation راح تزداد من خلال تولد الحرارة الداخلي نتيجة لامتصاص ذلك الوسط للحرارة المتولدة. وعندما تزداد درجة حرارة الوسط سوف تنتقل الحرارة من الوسط إلى المحيط، لأن درجة حرارة الوسط راح تكون عالية، ودائما نعرف انتقال الحرارة يكون من درجة حرارة العالية إلى درجة حرارة الأقل. فالوسط لأنه بيتولد حرارة راح تزداد درجة حرارته، فراح تنتقل درجة حرارته للوسط من الوسط إلى المحيط مالته، وتستمر بالانتقال إلى أن قيمة الحرارة المتولدة تساوي كمية الحرارة اللي راح تنتقل لوين؟ إلى السراوندك، إلى المحيط. وهاي عندنا راح تصير ملاحظة أنه درجة حرارة لأي نقطة في الوسط بعد تبدي من تتغير، راح يصير عندنا النظام ستيدي ستيت. هاي فد نبذة بسيطة عن الهيت جنريشن. راح ناخذ عدة حالات بالهيت جنريشن. أول شيء راح ناخذ البلان وول، الجدار المستوي. إذا وضعنا هيت جنريشن داخل جدار مستوي، شلون راح نعالج هاي المشكلة؟ هنا هم اكو حالات. الحالة الأولى إذا كان عندنا هيت جنريشن وعندنا درجة حرارة الأسطح ثابتة، درجة حرارة السطح مالت الجدار ثابتة. يعني شوية انتبهوا يا طلاب، خل نشوف الرسم. هذا جدار
سم كأل، بعدين الاكس بدي زيرو من طرف الجدار، هذا سطح واحد للجدار، درجة حرارة تي 1 ثابتة تي 1، ودرجة حرارة السطح الثاني على بعد اكس كوال ال هي تي 2. إذا درجة حرارة السطح الأول لا تساوي درجة حرارة السطح الثاني، بس هن شبيهين على طول السطح، هن متساويات، يعني تي 1 ثابتة هنا وتي 2 ثابتة بس غير متساويات، تي 1 متساوي تي 2. زين، وبي عندنا تولد حرارة منتظم ثابت داخل الجدار، قيمته ثابتة. اجتنا هيك حالة، شلون نعالجها؟ رأسا أنا شو أقول؟ أقولكم أكتب المعادلة العامة للتوصيل. بما أن هنا عندنا بعد واحد بس إكس، إذا بارشير سكوير تي إلى بارشير إكس سكوير موجودة، بارشير سكوير تي إلى بارشير واي سكوير ما موجودة. ليش؟ لأن عندنا بعد واحد. بارشير سكوير تي إلى بارشير زد سكوير أيضا ما عندنا، البعد الثالث ما موجود، عندنا بعد واحد هو الإكس. زين، جنريشن عندنا، عندنا كي كونستانت، هاي لو كي مو كونستانت راح نعملها غير معاملة، سنشوف مثال عليها. كي كونستانت، الطرف الآخر عندنا ستدي ستيت، تغير درجة حرارة مع الزمن ما عندنا، فراح تكون هذه هي عندنا هي المعادلة الحاكمة، governing equation. إذن ما طول أشوف أنه هاي المعادلة من الدرجة الثانية، إذن راح نكاملها. ومن أشوف من الدرجة الثانية يكون عندي boundary condition 2، يكون عندي 2 boundary conditions حتى أقدر أطلع الثوابت مع هاي المعادلة. إذن خلينا نشوف الباوندري كونديشن شو يقول لي وين. اول باوندري كونديشن ات اكس ايكوال 0 تي ايكوال جيد، قلنا تي 1 ات اكس ايكوال 0 ات اكس ايكوال ال تي ايكوال جيد تي 2 تي ايكوال تي 2. إذا أنا عندي الآن two boundary conditions، لأن عندي مجهولين، لأن معادلة من درجة ثانية، راح أبدي أكامل، أنقل حتى أبقي هاي بطرف، أنقل الجي دوت إلى كي إلى طرف آخر راح أصير ماينس، أكامل أول تكامل، أضيف إكس يطلع عندي سي 1، تكامل مرت الثانية صار x square over 2 هذا يعتبر ثابت c1x c2 عندي مجهولين، كنا نطبق المجهولين at x equal 0 t equal t1. إذا بدال كل x أخلي 0 وبدال t هاي شخلي t1، إذا هاي صار 0 الحد، هذا الحد صار 0، إذا C2 equal جيد equal T1، أول مجهول طلع عنا. مجهول الثاني على الباوندري كونديشن الثاني أعوض، at X equal all TX equal شنو T2، وبالتالي نعوض بالمعادلة TX أعوضها T2، وبدال كل x عوض ال راح تطلع لي t2 minus g dot 2k ال سكوير plus c1 ال c2. قلنا c2 هي t1، اذا راح اطلع c2 راح تطلع عنا هذا المجهول، ارجع عوض c1 هنا وعوض C2 هنا بهاي المعادلة C1 وC2 أرجع عوضهن، تطلع لي عندي معادلة العامة لتوزيع درجات الحرارة خلال الجدار، هاي هي المعادلة العامة
لتوزيع درجات الحرارة خلال الجدار في أي نقطة؟ في أي نقطة؟ نشوف هاي المعادلة هي معادلة بارابوليك. إذن هاي المعادلة بارابوليك توزيع درجة الحرارة، أقدر أطلع في أي نقطة أطلع درجة الحرارة بالمنتصف at x equal 0 at x equal all تطلع لي درجة حرارة في أي نقطة. زين إذا طلب من عندنا شلون نطلع كمية الحرارة، هاي المعادلة نصيح لها معادلة توزيع درجات الحرارة. شلون أطلع قيمة الحرارة المنتقلة من الطرف الأول at x equal 0 ومن الجدار الثاني أو من السطح الثاني بالجدار، لأنه جدار بسطحين at x equal 0 at x equal all، انتقال الحرارة بمن يصير عندنا بالتوصيل. إذا نطبق معادلة فورير at x equal 0 minus k dt over dx at x equal 0 من هالمعادلة أطلع dt over dx شقد؟ أقدر أطلعها من هالمعادلة وأطبقها أيضا على الحرارة تنتقل at x equal all. هاي المعادلة العامة درجة الحرارة، هاي المعادلة td over dx الميل مال درجة الحرارة المشتقة الأولى، هاي المشتقة الأولى طبعا بعد ما نطلع منها الـ C1 والـ C2 هاي عامة. هاي راح أجي أعوضها وين؟ مرة أعوضها at x equal all، مرة أعوضها at x equal 0 حتى أطلع لي Q. إذا at x equal 0 أعوض دال كل x 0، عوضتنا دال كل x 0 تطلع لي هاي المعادلة. بس انتبه at x equal 0 اتجاه انتقال الحرارة وين يكون؟ بالاتجاه السالب لمحور x. اذا هاي تصير موجب، لان سالب وسالب شو تصير؟ موجب. اذا قيمة انتقال الحرارة at x equal 0 تصير نفس هاي المعادلة طلعنا الناتج، بس شوف الاشارة السالبة ما هي. ليش؟ لأنه انتقال الحرارة راح يكون باتجاه السالب لمحور X، بينما at X equal all أيضا راح أطبق هنا المعادلة، أعوض بدال كل X equal all راح تطلع لي هاي النتيجة، بس الإشارة السالبة موجودة تدخل تصير هاي سالبة عندنا، لأن هي تصير باتجاه at X equal all. لو نشوف الرسم راح نشوف اتجاهها يكون بالاتجاه الموجب لمحور الاكس. انتبهنا شباب لهنا.